أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة أتت تسأل حول مصطلح الإرهاب، ما معناه؟ حول إيش؟ حول مصطلح الإرهاب، ما معناه وما حقيقته، وهل يتعارض مع قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ الإرهاب التخويف من الرهب وهو الخوف، فاللي روع الناس يخوفهم هذا يعتبر إرهابي، يخوف الناس ويرهبهم ويروعهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ترويع المسلمين، ترويع أهل الإيمان، ولا ترويع المعاهدين من الكفار إذا كان بيننا وبينهم عهد ميثاق أو كانوا أهل ذمة يدفعون الجزية أو مستأمنين في بلادنا، فإن لهم ما لنا ولهم ما علينا وفاء بالعهد، ولا يجوز لنا أن نروعهم أو أن نخونهم في دمائهم وأموالهم لأنهم أهل ذمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأنه غدر بذمة المسلمين، وهذا تشويه للإسلام واعتداء على الإسلام وغدرا بعهده. الله جل وعلا يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ويقول جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأمر الله نبيه إذا كان بينه وبين الكفار عهد ورأى منهم شيئا من عدم الوفاء بالعهد فإنه ينذرهم ولا ينقض عهدهم بدون إنذار. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، فيعلن لهم بأن العهد الذي بينه وبينهم سينتهي وأنه سيعلن الحرب عليهم. الإسلام صريح، ما فيه غدر ولا فيه خيانة ولا فيه تخريب، وإنما الإسلام صريح، إذا صالح صالح ووفى بعهده، وإذا حارب حارب علانية، ما هو بغدر وخيانة وتخريب، الحرب تعلن ويكون لها قيادة من المسلمين، يكون لها جيش ويغزون الكفار علانية. الإسلام صريح، إذا صالح وعاهد يفي بالعهد ولا يغدر، وإذا قاتل وأعلن الحرب أعلن الحرب، وصار الكفار على علم بأن المسلمين سيحاربونهم. فالإسلام دين واضح، ما فيه خفاء أو فيه خيانات أو فيه غدر. وأما قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، يعني جهاد، المراد به الجهاد، هو المراد الإرهاب الذي يكون فيه خيانة وغدر، بل المراد الجهاد. أعدوا العدة للجهاد لأجل أن ترهبوا عدوكم، لأن هذه عدة الجهاد. نعم.